اليوم رايحة على المدرسة. أنا حابة أرجع على المدرسة عشان أشوف صحباتي ومعلماتي ودرجي وصفي المزين. أنا وديما وزينة كنا نروح مع بعض على المدرسة، بس افتقدنا ديما، صرنا نروح أنا وزينة لوحدنا. ساعدني في الدراسة كانت كمان كنا نلعب مع بعض. أنا مبسوطة اليوم لأنه أنا نروح أنا وخواتي مع بعض على المدرسة. هيتا كانت ديما عندها حركة وكانت تحكي، دائما تحكي وتحكي أي إشي، يعني بطريقة يعني مرتبة، بتحكي بطريقة مرتبة وتختار جمل يعني راقية وعبارات حلوة كثير لما بتحكي. بس لما طلعت من السجن صار زادت حركتها كثيرة وما بدها تحكي وما بدها تحكي، وحتى إنه بتتضايق من إنه حدا يسألها، ممكن أسألها سؤالين بعديها تبطل تحكي. الله يسلمك. أنا طبعاً أنا كيف عرفت إنه اتصل أخوي من بيت لحم علي وبحكي لي في حدا في البيت عندك؟ قلت له لا. ديما من وين؟ من اللي هو بحكي لي ديما مسكوها، بقول وين؟ بقول لي في كرم الصور. قلت له استشهدت؟ لا. بحكي لا. صوبت؟ قال لي لا. قلت طب الحمد لله يعني، بس برضه انصدمت إنه طب ما هي بنت صغيرة. قديش ألم إنه وقت ما بده بصور اليهودي، وقت ما بده ما بصور، صور لما ربطها وإيش، بس ما صور لما دعس عليها، وما صور لما ضربها برجله، وما صور لما كان يشتم فيها ويسبها ويغلط عليها. بفرجيني في الصورة عشان يتأكدوا إنها ديمة. ففرجاني أول صورة بتطلع فيها، كانت بس أنفها وتمها بين، مش عينيها مش مبينات. يعني هو كنت أنا يعني أحكي لك بصراحة 50% أنا متأكدة إنها ديمة، بس والله كنت أتمنى واحدة تدخل وتحكي لي هاي بنتي، وبنت بتصرخ وبستنى بتطلع على الباب بلكي تيجي هاي المرة اللي تقول هاي بنتي. يعني ما بدي أستوعب، ما بدي أصدق إنه بنتي في المنطقة هذيك أو بنتي اعتقلوها اليهود. بعد 45 يوم طبعاً هم إحنا كنا حابين نعرفها، يعني كانت فترة محاكمتها، المحكمات العسكرية اللي نزلتها كانت صعبة جداً علينا، صعبة بشكل، كانت يعني أيام طويلة، تقريباً 10 أيام كانت فترة المحاكمة، بس أنا حسيتها كأنها العمر كله من الألم، وإنه كيف بطالب النيابة بطالب بأشد العقوبة في طفلة، وكيف طفلة بدها تدخل السجن. أنا كنت أشوفها في وضعها السيء، اللي أواعي ما فيش، مش لابسة ملابس منيحة، البوت كان فاتح، القيود كانت برجليها وإيديها، حتى إني أحكي معها ما كانوا يرضوا يخلونا نحكي. بعد 45 يوم سمحوا لي إني أزورها أنا لحالي. طبعاً رحت زرتها. أنا بصراحة كنت أتوقع إنه لأنها طفلة يسمحوا لي إني ألتقي فيها وجه لوجه أو أحضنها، لأنها هي أصلاً طفلة، السجين الطفلة. طبعاً ما سمحوا لنا. ديما كانت أكثر إشي اللي شافته صعب جداً وكانت مش متحمليته، إنه أول إشي البوسطة اللي كانت في نقلها من السجن للمحكمة، وبالعكس وقديش كانت البوسطة باردة، مع هيك كانوا يشغلوا عليهم الكونديشن البارد. في غير معاناتهم كأسيرات، البنات الطفلات معاناتهم كمان إنهم جريحات، معاناتهم إنهم بعاد عن أهلهم، ومعاناتهم إنهم فقدوا التعليم. شعرت بالألم، شعرت بالحزن على هذه الطفلة التي كانت في الصف وخرجت لتصبح من يد معلمة تحبها إلى يد، إلى السجان، إلى الزنزانة، إلى التحقيق، إلى غرف التحقيق ضمن هذه الهولة التي عملتها لها إسرائيل. نحن على جاهزية تامة للتعامل مع ديما كمادة دراسية، حتى لو اضطر الأمر أن نخرج إلى البيت نحن مستعدون للذهاب إلى بيتها وتعليمها كمادة تعليمية. أيضا مستعدون من ناحية نفسية كمرشدة تربوية موجودة عندنا بالمدرسة أن تتابعها أولا بأول. وطبعا ديما هي في العيون، هي في القلب، سوف نحف بها من كل النواحي النفسية والتعليمية والأكاديمية.
أنا مبسوطة لأني شفت صحباتي، وأنا مدرستي هي بيتي الثاني، وأنا اشتقت للتعليم واشتقت للمدرسة واشتقت للدرجة.